أهلا بكم في الموجز الاقتصادي. قال النائب عدنان الجابري إن مشروع ميناء الفاو قد توقف عدة مرات بسبب عدم جدية الجهات التنفيذية في العمل رغم مرور 12 عاما على وضع حجر الأساس للميناء. أكد الجابري أن ميناء الفاو ضحية الخلافات السياسية وعدم إقرار الموازنة العامة وإكمال صرف الأموال المخصصة من الموازنة لمشروع الفاو، مشيرا إلى أن العديد من الدول أعلنت بشكل واضح تماما أن إكمال مشروع ميناء الفاو سيؤثر على اقتصادها. أكدت لجنة المالية في برلمان كردستان العراق أن حكومة بغداد لا تزال تمنع وصول حصة كردستان العراق من الموازنة العامة مع استمرار أزمة الرواتب. وأضاف نائب رئيس اللجنة المالية هافدار أحمد أن أربيل لا تزال تعتمد على أموال بيع النفط والعائدات المالية الأخرى بسبب عدم إرسال الحكومة في بغداد حصة كردستان العراق من الموازنة البالغة 200 مليار دينار شهريا. اتهم النائب عن محافظة التأميم أرشد الصالحي وزارة النفط وشركتي كار وبازيان بالتلاعب بحصة محافظتي التأميم ونينوى من المشتقات النفطية. وقال الصالحي إن سكان المحافظتين يتعرضون إلى عقوبات حكومية تقودها وزارة النفط من خلال رفع سعر اللتر الواحد إلى 1000 دينار وتحديد مدة 8 أيام لاستلام البنزين المدعوم ب 40 لترا. حذر مؤسس شركة أوفو إنرجي للطاقة في المملكة المتحدة ستيفن فيتس باتريك من أن الأسر في جميع أنحاء بريطانيا ستعاني من شتاء لم يسبق له مثيل ما لم تتصرف الحكومة بأسرع وقت ممكن. ودعا فيتس باتريك إلى اتخاذ إجراءات جريئة للغاية ولحماية العائلات من أسوأ ارتفاع غير مسبوق في الأسعار. ومن المتوقع أن يعاني ملايين الأشخاص من ارتفاع فواتير الطاقة الخاصة بهم من 1971 جنيها استرلينيا إلى 3549 جنيها استرلينيا في السنة بدءا من تشرين الأول المقبل بسبب توقف إمدادات الغاز الروسي على خلفية الحرب المستمرة في أوكرانيا. في هذه الأثناء خرج الآلاف في العاصمة براغ ضد الحكومة التشيكية احتجاجا على ارتفاع أسعار الطاقة. ودعا المحتجون الائتلاف الحاكم إلى بذل مزيد من الجهود للسيطرة على أسعار الطاقة المرتفعة، كما أبدوا معارضتهم للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي مطالبين أن تكون التشيك محايدة عسكريا وتضمن إبرام عقود مباشرة مع موردي الغاز ومنهم روسيا. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. إلى اللقاء.